ننتقل لفقرتنا هنا في الاستوديو ورح نتحدث فيها عن كبار السن. أكيد يعني هذه الفئة اللي أعطت كثيرا خلال سنوات شبابها وربت أجيالا وعملت في وظائف مختلفة وفي مهن وخدمت الاقتصاد وخدمت المجتمع من كل النواحي، يستحقون عندما يكبرون أن نوليهم ونعطيهم رعاية خاصة. كل الاحترام لهم، كل الرعاية لهم، كل الإحاطة النفسية والمحبة لهذه الفئة، وسنتحدث عنها أيضا بالتفصيل مع دكتور أحمد أبو رمان وهو رئيس جمعية أسرتي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. هلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. عندما نتحدث عن كبار السن نحن نعي تماما من هم، يعني كبار السن الوالد والوالدة، الجد والجدة، العم والجدة، يعني هؤلاء الأشخاص كان لهم تعب وكان لهم دور كبير في حياتنا، فبالتالي يجب أن يتم مكافأتهم. يعني الإنسان لما بتقاعد بيتقاضى راتبا شهريا بدل تقاعده، بدل سنوات اللي عملها، ما بالك بسنوات من العطاء أفناها من عمره، أفناها في تربيتنا وتعليمنا ورعايتنا. هلأ خلينا نتحدث شوي على مكانة كبار السن في حياتنا، كيف يجب أن تكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أني بشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا التواصل في هذه الأجواء الأسرية الجميلة. في اليومين الماضيين كثير من الأسر كانت مجازة، فكانت أجواء أسرية جميلة. حقيقة أن كبار السن، احنا بنبدأ بنحكي في موضوع كبار السن من سن التقاعد، لأنه أغلب الأسر سواء الرجل أو المرأة وهم في العمل يبقوا في عطائهم في الميدان، لكن في لما نيجي بيتقاعدوا بصير في عندهم وقت أطول في البيت وفي المنزل وفي الأسرة، وبصير على تماس متواصل مع باقي أفراد الأسرة. فكبار السن لهم الحب والتقدير والبر بالواجبات الإنسانية والواجب الديني والأخلاقي، ولهم الفضل طبعا الكبير والمكانة المرموقة في نفسية أفراد أسرهم. فأنا دائما بقول أنه من بداية تكوين الأسرة الأب والأم هم الزوجين اللي بيكونوا هاي الأسرة. من بدايتها لما بيكونوا أسرة حميمية فيها حب وحنان ورعاية، بصير في نوع من التواصل المستمر يقطف ثماره في نهاية المطاف في سن التقاعد. فكل ما كان في حب ورعاية للأطفال ومنقولها بالعامية حنية، بصير في عندهم بنعكس عليهم شخصيا في نتيجة في نهاية أعمارهم، وبصير في عندنا مرحلة متقدمة العمر، لأنها بتصير يعني نهج وسلوك في الأسرة. الحب والرعاية والتكافل والتضامن صحيح. بتصير نهج، هيك هم متعودوا هيك تربوا، فمن شب على شيء شاب على بعض. صحيح. هو المتقاعد خصوصا، أنت ذكرت كلمة متقاعد، هلأ في دائما تلازم ما بين التقاعد والاكتئاب دائما بتصير عند كبار السن سواء كانوا رجال أو نساء، بصير عندهم هاي الحالة من الاكتئاب أنه أنا لم أعد أصلح لشيء، لا لوظيفة، وأولادي بطلوا بحاجتي، كبروا وتجوزوا، ما عاد حدا بحاجتي، أنا لم أعد يعني مناسبا لا لوظيفة ولا لتربية ولا لشيء. هاي الحالة الاكتئابية اللي بتصيب كبار السن، وعادة أولادهم بيحتاروا كيف بدهم يطلعوهم منها، ولا وأنت لساتك شباب، بصير الواحد محتار كيف بده يحكي مع أهله مثلا أو جده أو جدته بهذا الموضوع، يطلعهم من حالة الاكتئاب اللي هم فيه. هاي المتلازمة الاكتئاب والتقاعد ليش عم بتصير مع كبار السن؟ صحيح، هاي موضوع كثير مهم. إحنا في جمعية أسرتي لما صنفنا الحياة الأسرة في خمس أصناف، كان الصنف الخامس هو صنف كبار السن. فصنفناهم لأنه إحنا قوانيننا في الأردن صار التقاعد مبكر، في تقاعد مبكر وفي تقاعد في سن 60، وبالتالي بعض وأغلب الناس اللي بتقاعدوا لسه عندهم عطاء، عندهم قوة، عندهم فكر، عندهم عطاء مستمر، وبالتالي ممكن إحنا نوليهم رعاية أطول وأكبر، لأنه أغلب أبنائنا في أسرنا بس يكبروا ويدخلوا الجامعة ويتخرجوا بيشتغلوا بيتزوجوا بيكونوا أسر أخرى، بيظل هذا المتقاعد بعيد عن جو الأسرة طول حياته 40 50 60، وهو في عطاء وهو مشغول عن أسرته، أصلا في وقت طويل مشغول عن أسرته.
في عمله في عطائه في أدائه، لما بيجي بالنتيجة بيتقاعد بيلاقي إنه أسرته أصبحت مش موجودة محتاج. حواليه أو مش محتاجيته زي زمان، مش محتاجيته زي ما كان يعطي الناحية الاقتصادية، الدعم المالي، الدعم النفسي، لكن لما يتقاعد صار هو بحاجة. لكن احنا بنقول لسه لحد الآن التقاعد عندنا مبكر، وما زال أغلب المتقاعدين بيستطيعوا أن يقوموا بأداء عمل آخر، ممكن يفتح تجارة خاصة، ممكن يشتغل في وظيفة أخرى، ممكن هي خبرة عمر، يعني لا يجب أن يتم استثمارها بشكل أو بآخر يعني. بالضبط، وهذا أحد يعني اللي منصح فيه أنه يستمر في عمله. كثير من شبابنا وسيداتنا بيتقاعدوا خلص، يقول لك انا تقاعدت وانا هذا سن التقاعد وانا بدي اقعد في البيت. ما هذا المفهوم بس دكتور، يعني يمكن يوجد عندنا اكثر من الغرب. في الغرب عندما يتقاعد الشخص تبدا حياته، صحيح، وبصير حياته الشخصيه ورفاهيته ومتعته، يقول لك انا ساتفرغ الان، بصير يعمل تخطيط للسفر، يعمل تخطيط صحيح، يحقق انجازات لنفسه لذاته، لانه مضى هالعمر انه يشتغل عشان يكون اسرته وعشان ابنائه. الان انا الاوان انه احنا العكس، يعني احنا بمفهومنا عمر الستين كبير، بس بمفهوم الغرب 76 والسبعين ستيل يونغ بقولوا عنهم. صحيح، وهذه معممة يعني معروف، لما بدخل مريض بقوله صابه مثلا، وأنا هذه حادثة أحد الأقرباء قال له قديش عمر والدتك؟ قال له 76، قال له شي ستيل يونغ إنها تنصاب بفشل مثلا. نعم. قديش 76؟ هي لازالت صغيرة على اعتبار، وخصوصا إذا كانت بنية الإنسان قوية. طيب إحنا بس قد نختلف عن الغرب انه احنا لا زالت لدينا الأسر الممتدة، ولا زال عندنا انه صحيح. الأب عند الابن أو العكس صحيح، أو الابن له بيته واحترامه وزيارته. خلينا نتحدث عن حقوق الكبار السن، الحقوق بكل معانيها النفسية والاجتماعية. صحيح صحيح، احنا بدنا نحكي عن برضو من أهم مواضيع الإرشاد الأسري للأسر بشكل عام، هي الإرشاد كبار السن فيما يتعلق بإبداء أو إعطاء حقوقهم أو توضيحها أو زيادة الوعي والثقافة لحقوق كبار السن. كبار السن حتى وإن كانوا فقراء من بداية أعمارهم، إلا أنهم قدموا بما هم موجود، بما هو موجود، يعني ما هو موجود قدموا لأبنائهم بهذه الأسر، يعني أن يصلوا إلى سن معين أنه نهملهم لا، بدهم ثلاث أنواع من الرعاية: الرعاية النفسية والمتابعة واحتياجاتهم وتلبية احتياجاتهم، الدعم، خلينا نقول أنه دعم الزيارات، دعم زيارتهم للمرضى، نزورهم للطبيب، رعاية أنه نوصلهم نزورهم، زيارتهم لأصدقائهم، زيارتهم لأقاربهم، هذا كله نوع من أنواع الدعم للكبار السن. مسك إيدهم هم ماشيين، هذا كله دعم برضه نفسي. سؤال عنهم دعم نفسي. في كثير من أسرنا للأسف بيكون مشغول، أفراد الأسرة مشغولين عن كبار السن، فبيقدموا لهم الدعم المالي، فكرهم أنه الدعم المالي هو الكافي. نكون نحكي على الأطفال انه قد ايه مهم ان نقضي معهم وقت نوعي بالزبط. وننتبه لاحتياجاتهم، هيك عم بتصير بالزبط. الايه يعني انت بتلاحظوا حتى مع اسرنا واقاربنا واصدقائنا وجيراننا انه الكبير بالسن بده رعايه عاطفيه، صار بده كانك بتعاملي ابنك او بنتك، صار بدك تعاملي مع الاحترام طبعا للتقدير ولمكانتهم الاجتماعيه والنفسيه، لكن بدهم رعايه حقيقه، يعني ما في حدا بيقول هلا هون. هلا صار التبادل الادوار دكتور، انت عارف يعني هم رعونا واحنا صغار، فاحنا مش يعني ان شاء الله اهالينا كلها ما تحتاج انه نرعاهم نخدمهم، على الاقل نخدمهم نفسيا، يعني عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال واوصينا الانسان بوالديه، ما قال اوصلنا الانسان بابنائه. صحيح. لانه الاب لهما جناح الذل، لانه الاب والام هم رح يعملوا اقصى جهدهم. صحيح. بس عشان هيك وصل الانسان بابوه وامه. صحيح. لانه طبيعه البشر، البر والاحسان والحب هذا كله بيؤدي الى اسره صحيه. نعم حقيقة. وبعدين كبار السن لما بيجوا بتقاعدوا بصيروا بسن معين، بصير هم اصلا فاضيين يراعوا ابنائهم وابناء ابنائهم. صحيح. كثير من اسرنا بيقول لك الجد، والله انا عمري ما مسكت ابني، عم بمسك ابن ابني او بنت ابني او الى اخره، وعم بيستمتع. أيوة. وهو بيشتري لهم الهدايا وبيزورهم ورايق وبيدربهم وبلعبهم وبوديهم مشوار بيجيبهم، حتى في بعض منهم وكثير منهم بيحضروا حفلات المدارس لاطفالهم ابناء ابنائهم احفادهم، وبالتالي عم بيستمتعوا. الطفل نفسه عم بيستمتع انه جده جاي. في احدى القصص حضرت في احدى المدارس باحدى بناتي، فكان في حفله
فلما رحت أحضر أولياء الأمور لقيت جد حاضر. فكان يسأل الطفل ما هو أفضل شيء شعرته؟ قال أنا شعرت أنه جدي جاي يحضر الحفلة. أبوه وأمه مش قادرين بسبب أعمالهم ووظيفتهم، الجد والجدي حاضرين. هذا من أحد الأسباب. إحنا نقول البر، نعود إلى البر. البر الوالدين هو واجب مقدس، واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، وقد يكون معيب للمقصر. إن في مجتمعنا ما زلنا نحتفظ بهذه الميزة، إنه المقصر برعاية والديه فهو معيب 100%. لك جاحد لوالديك بالضبط. بس خلينا كمان نعترف بالواقع دكتور أحمد، نقول إنه مجتمعاتنا كمان تغيرت، ومسؤوليات الزوج والزوجة صارت كبيرة. مش عم ببرر الإهمال للكبار السن أبدا، ولكن أين الدولة ومؤسساتها عن هذه الفئة؟ ولما دائما بنحكي دور رعاية المسنين بيروح بالنا على الأفلام المصرية اللي بيودي أمه هيك وبزتها على باب دار المسنين، ولا بياخد أبوه، وهاي الصورة اللي مرسومة بذهننا. هل بالضرورة أنه دور المسنين بهذا السوء؟ هل بالضرورة أنه كل أبناء بودوا أهاليهم على دار المسنين هم أشرار؟ رأيك بهذا الموضوع، مؤسسات الدولة ورعاية الدولة للأشخاص المسنين، وخصوصا أنه مش كل المسنين عندهم أولاد. في صحيح. مسنين مخلفوش أولاد، في مسنين مقطوعين من شجرة، في كتير. فأين الدولة ومؤسساتها برأيك أنت كأخصائي نفسي؟ قد تحس أنه هذا شيء مهم؟ نعم. حقيقة أنا بحثت في هذا الموضوع، وعملنا دراسة في مع زملائي في الجمعية، وزرنا العديد من دور رعاية المسنين، ووجدنا بأنه هنالك عدد لا بأس به من دور الرعاية، منهم عائد للقطاع العام وزارة التنمية الاجتماعية، ومنهم على القطاع الخاص، وتابعين برضو تحت إشراف ورعاية وزارة التنمية. وجدنا بأنه الأعداد مش كبيرة حقيقة، يعني مش كبيرة أعداد المسنين اللي هم هم بدور رعاية المسنين. هم بيستقبلوا حالات اللي هم المتقاعدين، وعشان هيك أنا قلت متقاعدين، المتقاعد فوق 60 65 70، وفي منهم ما شاء الله أعمارهم بالتسعينات. الآن في منهم بيدفع أبنائهم مقابل أن يجلس في هذه الدار في الرعاية، وطبعا رعاية كاملة ورعاية طبية. وجدنا بأنه أغلب ما يشكو في أهالي أو المسنين أو رعاية أو الكبار السن هي عدم المتابعة النفسية، عدم المتابعة والسؤال الآل. فشكلنا فريق وصلنا نزور في بعض دور الرعاية بقدر الإمكان طبعا، وصلنا نتابع ونزور ونتحدث ونتسلى ونضحك. حتى في بعض زميلاتي عم بزغرتوا وبضحكوا مع السيدات، وبعض الرجال عم نسمع همومهم قصصهم. يقول لك ما في مشكلة، إحنا يا ريت المتقاعدين اللي في منازلهم يجوا يزورونا، وعندهم وسائل ترفيه وعندهم وسائل رياضة، ممكن يلعبوا رياضة، ممكن يلعبوا شطرنج، ممكن يلعبوا أي أو يتسلوا أو يقرأوا كتب أو مكاتب. إحنا بنقول للمتقاعدين إنه ممكن تزوروا كبار السن زملائكم اللي ما عندهم مقدرة يعيشوا في منازلهم، وأولادهم مش موجودين في البلد، حتى يكون في تآلف بين كبار السن ويكون في تسلية. وهذا نشيل موضوع العيب، لأنه إنه يروح على دار المسنين هو شيء معيب في مجتمعنا، ما زال لا هو مش معيب، لأنها نقيصة اجتماعية وأخلاقية ودينية كمان. لأنه يعني هذه مش في مجتمع العربي، يفترض إنه يعيش مع أبنائه. هلا كثير من الكبار السن بيكون مقتدر، عنده بيته موجود، بس هو بيحتاج لأولاده نفسيا. هلا ليست الحاجة دائما هي الحاجة المادية فقط، صحيح، هي الحاجة النفسية. يعني هلا مكان الإقامة للمسنين أو دار المسنين هي ملجأ طوارئ أو مخرج طوارئ إذا كان في ظروف قاسية، لا بأس فبها ونعمت. لكن الأصل أن يبقى كبار السن ببيتهم أو عند أبنائهم أيضا، يعني هذا واجب وحق، ويعني أمام الله سبحانه وتعالى. على كل حال طبعا بدي أحكي بنحكي بقضية النفقة كمان. بالضبط، من هاي الناحية بدي أحكي برضو من حقوق كبار السن اللي هي الإنفاق، الرعاية والإنفاق. الإنفاق هلا احنا في كثير قضايا بتيجينا انه في اب او ام طبعا بيرفعوا قضايا نفقه على ابنائهم. طبعا بالقانون النفقه تجب على من يرث،
طبعا من يرث سواء ذكر أم أنثى فهو واجب عليه الإنفاق، لكن يقدر القاضي والخبراء في محكمة شرعية بمقدار اقتدار كل شخص. صحيح، يعني الفقير والغني في توازن، يعني مثلا طبعا لابد أن يكون في طلب النفقة أن يكون طالب النفقة الأب أو الأم فقير الحال، يعني ما عنده أملاك، ما عنده دخل. طب عذرا دكتور بدنا نقاطعك شوي عشان معنا صورة وصلت من الأستاذ أحمد أبو رومان، وبنحكي عن كبار السن. هذه الفئة الرائعة الجميلة لا زالت عندها زي ما حكينا واتفقنا جميعا، لا زال عندها الكثير من العطاء. نحن مسؤولين ك يعني مجتمع عنهم، الدولة أيضا مسؤولة، مؤسسات الدولة مسؤولة. وكنت عم تحكي بقضية النفقة، يا ريت لو مرة ثانية هيك توضح للمشاهدين. قضية النفقة حقيقة قضية يعني بجوز مش كتير واردة للمحاكم، مش كتير ناس بيرفعوا قضايا للمحاكم، لكن احنا كمحامين في جمعية أسرتي بنتابع بعض القضايا للأسر أو للأطراف الأسر محدودي الدخل. محدودي الدخل نقدم لهم قضية النفقة. يجب أن تكون الأب أو الأم طالب النفقة فقير، والفقير في المال وفي الدخل، يعني لا يجب أن يكون ما عنده أملاك وهو ما عنده دخل شهري يكفي، ممكن يكون عنده دخل شهري لكن لا يكفي. هذا هو الشخص اللي تتقبله المحكمة أو بيصدر قرار بحقه له ضد من تجب عليهم النفقة. بس بيحزن لما بيكون في أب أو أم طالبين نفقة من أولاد، حقيقة ممكن جدا بيكون شيء محزن، بس برضو في حالات برضو الأبناء فقراء وبتصير في زي محاصصة. طب هلأ زي هيك مسؤولية مين أنتم كجمعية؟ في بعض الجمعيات وصندوق الدعم والأخر جهات حكومية وتدعم النفقة، لكن لا تكفي، قد يكون هنالك علاج لا يكفي. القضايا لصندوق المعونة الوطنية، بالضبط صندوق المعونة بيدعمه لكن قد ما بيدفع بيدعمه ما رح يكفي، وبالتالي بيحتاج إلى نفقة. طبعا الغلاء المعيشي والحياة والصعوبات طبعاً والالتزامات طبعاً. كل أسرة وكل أفرد له التزاماته الشخصية والأسرية، وبالتالي قد يكون هنالك من يدفع ومن لا يدفع. فبرضو موضوع الاختيار المدعى عليه الأب أو الأم هو من يختار حقيقة أولاده. طبعا أولاده وبناته حقيقة هي توجب. في ناس كثير يقول لك البنات شو دخلهم، لا البنت اللي بتشتغل او اللي عندها دخل او المقتدر او المقتدره تفيد عليها واجب كما هو على الشاب، لكن بمقدار اقتدار كل شخص، لانه القاعده الشرعيه كل من يرث تجب بالضبط هذه النسب يعني الأحوال موزعه بشكل حقيقي يعني بين هؤلاء الاولاد ونفقه الاهل. اذا تسمحوا لي احكي عن موضوع الارشاد الاسري لكبار السن، احنا تطرقنا لمشاكل. احنا بنقول انه الارشاد الاسري لكبار السن وهي من الخليط اعضاء جمعيه اسرتي من عده تخصصات، قانون وشريعه وعلم نفس وتربيه وعلم اجتماع، عم نرصد المشاكل وعم نشكل رؤيه يعني لعلاج هذه الفئه، العلاج او رعايه هذه الفئه. حقيقه وجدنا بانه كبار السن من اكثر المواضيع توسعا في ارشاد الاسره، انك انت بترشد الاب الأم الجد الجدة أطفال الكنة زي ما بيقولوها باللغة العامية زوجة الإبن. إذن إرشاد مش زوجين مقبلين على الزواج أو حديث زواج أو متعثرين أو مقبلين. قضيتكم متشعبة أكثر، تحتاج إلى تكاتف جهود كل العائلة. يعني زوجة الإبن كمان تعتبر أنه هذا أبوها وأمها بدون رعاية لأنه هي أبوها وأمها مش عندها، مزبوط. عند زوجة أخوها أو عند يعني، وبالتالي هي عملية تكاملية. لازم يكون عندنا شيء بسموه التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي كما أرى لوالدي أو والدتي سأعامل والدي حماي أو حماتي أو زوجتي. كثير حلو هذا. إيش نهجكم؟ هي رؤية نهجنا اللي هي نهجنا اللي هي البر الوالدين والحما والحماي هم والدين بالطبيعة ومحرمين وإلى آخره. نهجنا أن يكون في تكامل اجتماعي، يكون محبة، يكون صدق، يكون سعادة أسرية. أنا لما بكون عايش في أسرة جدي وجدتي أو أبوي موجودين وزوجتي بتبرهم، أنا بالطبيعة رح أبر حماي وحماتي، وبالتالي هي عملية تكاملية. الأسرة
مش أسرة فرد وفرد وشخص وشخص وأنا وزوجتي وخلاص. هذا كان قبل 15 سنة. قول ابعد ابعد الأب ابعد الزوجين عن الحما والحماية ونطلع لأنه في تدخلات. لا الآن تغيرت. يعني ما شاء الله الآن أمهاتنا وأمهاتكم وحضراتكم يعني الآن مثقفين متعلمين. الآن لما بدك ترشدي بنتك أو ابنك رح ترشديه صح. مش عن جهل طبعا. بالضبط. زمان جداتنا كانوا يدخلوا عنصر العاطفة والغيرة والحسد والكذا كانت متأهبة أكثر. خلينا نقول في عندهم حب أكيد ما بيكرهوا لكن الآن تغيرت الرؤية. فمنقول زمان إنه لا خلينا نبعد عن الأب والأم حتى الأسرة نفسها تكون متكافلة رأسه على رأسها بيدبروا حالهم. لا إحنا بدنا نرجع للأسرة الممتدة أو أبائنا وأمهاتنا الآن أصبحوا مثقفين وبدهم مصلحة أبنائهم إنهم يقدموا أو يقوموا بأسرة سعيدة آمنة. برضو هاي الأسرة الآمنة السعيدة خلينا ننظرها من منظور أبعد شوي منظور أمني. تستغربوا الناس ما عم تحكي في هاي الأمور. أنا في جمعية أسرتي عم ننظر لمواضيع أبعد. هلا لما يكون عندك أنت في الأسرة في كبير جد والجدة ولهم الاحترام ولهم التقدير وكلمتهم مسموعة تجي بنتي بتقول لي يا بابا جدو تيتا بقول لهم اسمعي كلامه هم بالنتيجة لما بيكبروا بصير يسمعوا كلامي. حتى كتير دراسات نفسية بتقول انه الجد والجدة هالقد مؤثرين ايجابيا بحياة اولادهم يعني طبعاً. احفادهم وبيساعدوا الاب والام المشغولين في عملهم. انا وزوجتي مشغولين في عملنا. هل الجد والجدة بيساعدونا في تعديل سلوك الأطفال في تقويمها في إعطائهم القيم الصادقة الحقيقية الكذب والصدق. حتى ومصلحة أولادها تتقبل أكثر حماها وحماتها يعني طبعاً أكبر طبعاً وتقربهم أكثر طبعاً على طبعاً أولادها ولما بتربوا بهذه التربية وأنه هذا عيب وهذا غلط وهذا صح وهذا بالنتيجة يطلع الابن لطيف. أو الطفل أو الابن أو الولد لما بيكبر بصير مراهق بصير واعي بصير الجامعة بصير يعرف إنه هاي بلدنا لازم نحافظ عليها. هذا البعد الأمني بيطلع الأسرة جيل واعي آمن بيحافظ على إنتاجه للمجتمع صحيح. لأنه أبائنا وهم أبائنا حافظوا على البلد صحيح. وبالتالي بيعطوا الواعز القومي والوطني والديني والأخلاقي في عنده سلام داخلي عنده سلام داخلي في الأسرة وبالتالي ما بيطلع أفراد أسرتنا خارج عن إطار الوضع الأمني وبالتالي بيصير إحنا يعني عم نتساعد حقيقة لما بنحافظ على كبار السن هم بيساعدونا يعني خلينا نقول مصلحية أمور مصلحية أو تبادل مصالح بلاش نقول مصلحية تبادل مصالح إحنا أطرافنا خلينا نأخذها من نظرة شمولية أكثر. إحنا عم نستفيد أبائنا بيساعدونا في تربية أبنائنا وإحنا مندير بالنا على أبائنا وأمهاتنا وبالتالي هي النظرة التكاملية. في موضوع آخر تسمحوا لي في وقت أحكي فيه لا مخرجنا بول ما فيش خلص الوقت ولا دقيقة منحب منشوفك مرة تانية طب دقيقة ماشي بول دقيقة بدي أحكي عن موضوع اللي هو حقيقة عشان نكون منصفين في تعادل في موضوع الحوار. هلا في بعض المتقاعدين بيكون طول عمره هو بيشتغل والمجتمع نفسه مهتم فيه طبعا بيجي في مرحله التقاعد بقعد في البيت خاصه اذا كان منصب واذا كان منصب عشان ما حد يزعل منه وبالتالي لما بيرجع بصير زوجته ابنائه هذا طلع هذا دخل هي السلطه فيها ملح لما صار 50 سنه بتاكل السلطه هلا صار السلطه فيها فرده يقع عبء علينا احنا 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 رح نكبر احنا بنمسك هي الثقافه بدنا نحاول نقول لابائنا واحترامنا الكبير لهم احنا رح نضل مستمرين دكتور شكرا جزيلا لحضرتك وان شاء الله تضل اسرنا اسر ممتده واسر متكافله متضامنه. شكرا جزيلا دكتور احمد ابو رومي. شكرا دكتور احمد وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا هذا الصباح. الى اللقاء.